ويصدر العسل؟ لا ما فيش تصدير عسل، احنا نستورد عسل. بتستورد العسل؟ كمية المنتجة غير كافية للاستهلاك الوطني. طبعا لو كان في سوق عربية مشتركة هيبقى يوصل لك العسل بدل ما انت بتستورده منين؟ لا نستورد من فرنسا؟ من بلدان أوروبية نقول. لا أنا عايزك تستورد من بلدان عربية. يا ريت. يا ريت. لا صح حقيقي. آن الأوان إن احنا نعمل بقى. هم الألمان والفرنسويين اللي حاربوا بعض وكرهوا بعض سنوات، وإنجلترا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، ومع ذلك في المصلحة التجارية إيديهم في إيدين بعض وعملوا اليورو. ها احنا عايزين نعمل يورو عربي بقى ان شاء الله. عايزين نعمل يورو عربي كده ونقب على وش الدنيا، حلم يعني من غير ما نقول ده. وايه يعني اليورو المارك الالماني انت عارف كان قد ايه، والدرخمة اليوناني قد ايه، تغاضوا عن ده وعملوا اليورو، قووا الدرخمة وما اضعفش المارك. عشان لما نيجي نقول الدينار الكويتي شكله ايه والجنيه المصري شكله ايه، نسيب الحتة دي ونعبرها، وده يقوي ده ونقف مع بعض عشان نقدر نقف قصاد اليورو وقصاد الدولار. تحياتي للجزائر وأهل الجزائر. تشكر أفن. أين السعودية؟ أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا، نحيي السعودية وأهل السعودية جميعا. السعودية النحل فيها معروف، الواحد لما بيروح عمره ولا حاجة بيلاقي أصناف مختلفة وأشكال مختلفة، صح ولا أنتم تستوردوا؟ احنا نستورد 5,000 طن سنويا. غير الانتاج المحلي. منين بقى؟ العسل الجبلي اللي من اليمن؟ لا نستورد من دول كثيرة سواء دول عربية أو غير عربية. معنا من اليمن حد هنا؟ في معنا الدكتور محمد سعيد خنبر. محمد سعيد من اليمن؟ نعم موجود. موجود معنا اليوم؟ مش موجود أفندم؟ عندنا من السودان أعتقد كمان، مش كده في أفندم؟ جاي له. حاضر. يعني نحيي مع بعض أولا ضيفنا من السعودية، ضيف طنطا، ضيف الغربية. شكرا. عايز أقول لك، هلا أفكر لك في حاجة بس. اقول لك حتى حاجه سعودي كده بس يعني احتفالا بيك. اتفضل. رضا والله وراضينا دلحت ودلعنا كفي لا نتزودها لو ندري ما زعلنا. الرضا والله وراضينا دلحت ودلعنا، الرضا والله وراضينا دلحت ودلعنا كفي لا نزودها لو ندري ما زعلنا. يا متعبنا استكتر تسامحنا، لا يا ما سامحنا يعني واشتب منا أكثر يا متعبنا استكتر تسامحنا، لا يا ما سامحنا. الله عليك الله ريحنا كلمنا، الله عليك الله مرة سامحنا، دلحت ودلعنا كفي لا نتزودها لو ندري ما زعلنا.
على قدنا يعني، معلش بس هي تحية بسيطة بنقدمها لحضرتك. في حد من السودان معنا؟ أين؟ أهلا طبعا باين، إزاي أنا ما خدتش بالي من العمة السودانية الشهيرة. أهلا 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 وسهلا. حبابك عشرة؟ أهلا. شو بتقول حبابك عشرة؟ والله نقول حبابك عشرة ومية وألف. خليهم ألفين عشان خطر يعني. لا أنت لما انتجي نديك ألفين، لأنه الألفين منديها للناس يعني حسب مقدراتهم الفنية والشي اللي بيقدموا لنا. من هتديني كم من عشرة؟ بديك عشرين من عشرة. يا حبيبي. طبعا السودان هي البلد الزراعية لعندها أراضي وأراضي 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 كثيرة، ومحتاجة لزراعة زراعة زراعة وأيدي تزرع. ولو تحقق الحلم وعملنا السوق العربية المشتركة لزرعنا في السودان وكفينا السعودية والكويت واليمن والجزائر ومصر وفاض وصدرنا أيضا، صح؟ هذا صحيح. والأصح أنه نعم يعني كان عندنا رئيس سابق بيقول السودان سلة مهملات العالم. سلة مهملات؟ لكن صحيح هو قالوا لا، قال سلة غذاء العالم، صح. لكن بعد ما مشى صححنا المسألة وقلنا هي كل المساحات غذاء العالم وليست سلة غذاء العالم. خليها غذاء العالم العربي الأول وبعدين نبقى نصدر للعالم يعني. احنا لما نقول غذاء العالم نقصد العالم العربي يعني. الله الله، بننسى العالم الآخر يعني. قول لي بقى علاقتك بالنحل عمرها قد ايه؟ والله علاقتي بالنحل منذ عام 1972 عندما أخذت يعني وحصلت على بكالوريوس الغابات. إيه؟ بكالوريوس غابات. الغابات؟ نعم. وجايز أنت تستغرب حس إيه الغابات يعني بالنسبة لنا. أي. النحلة هي أصلها يعني مخلوق فنان، وأنت بتحب الفن. وفنها في أنها هي تحب الزهور وكل ألوان الزهور وما يرتبط بالزهور. شوف، بمجرد ما الزهرة تتحول لثمرة ثمرة هي تتحول إلى منطقة أخرى فيها زهرة، وده أنا بعتبره فن لأنه الزهرة هي مصدر الرحيق. شوف الكلمة ذاتها جميلة كيف، الرحيق. وعلى هذا الأساس يعني يظل إنتاج العسل متواصل باعتبار أن النحلة ترتبط بالزهور أكثر من أنها ترتبط بأي شيء آخر، وهذا هو المرعى، نسمي المرعى، والأشجار هي الأساس. هل هذه الزيارة الأولى لك لطنطا؟ والله بالنسبة لطنطا نعم، لكن بالنسبة لشقيقة مصر هي دي المرة الخامسة. حضرتك تتناول النحل؟ نعم. يومياً؟ والله ما يوميا، لكن مرات يمكن أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع. هل تعلم أن قيل لي أن السودانيات بيحطوا العسل النحل على بشرتهم لزيادة نعومتها وللحفاظ على الجمال والشباب وليبقوا عسل أكثر يعني؟ صح. أهم إنجازات هذا المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد النحالين العرب في رأي حضرتك؟ هو أولا يعني جمع عدد كبير جدا من الشعبيين على أساس أنه يكونوا هم غوام المؤتمر، وأنا بفتكر هذه هي القاعدة التي يجب أن يبنى عليها بناء يعني العالم العربي. يعني إذا اعتمدنا على الشعبيين ونمينا طاقاتهم، وهم طاقات بالمناسبة يعني عالية جدا، فأعتقد أنه نحن يعني فينا علماء كثيرين جدا، لكن يعني تلاحمنا مع الشعبيين وأصبحنا كلنا شعبيين في سبيل تنمية هذا المرفق العسل. ولما نقول عسل بنرجع للقاعدة الأرض فيها المزارع وفيها الأسرة، وده الأساس. أنا أعتقد أنه يعني أجمل ما في المؤتمر هو اهتم بالأسرة لتنمي موارد العسل لترفع نفسها بدخل أكبر بمواد غذائية أكثر بالخروج من دائرة الفقر. نحن الحقيقة العالم العربي معظمه موجود في مناطق حارة أمطارها ضعيفة. شوف ربنا حبانا بالعسل ينتج من أشجار هي عندها المقدرة، وحتى نباتات كثيرة جدا
تعيش في المناطق الجافة أمطارها بين 100 إلى 450، لكن هذه المناطق هي تنتج أجود أنواع العسل. درست بكالوريوس، خدت بكالوريوس الغابات من الخرطوم ولا من؟ أخذت بكالوريوس الغابات في المملكة المتحدة بريطانيا، لأنه في ذاك الزمان ما عندنا دراسة غابات في الجامعة. ولكن بعد عام 76 وتجمعنا عدد كبير مننا، وبعد مؤتمرات زراعية يعني أوسط بقيام دراسات الغابات في السودان، كانت أول قسم غابات في كلية الزراعة عام 76، ولكن أول كلية غابات في السودان كانت وليدة هذا القسم إلى كلية الغابات بجامعة الخرطوم. أتشرف باسم حضرتك. النور عبد الله الصديق، جندي من جنود دولة مملكة النحل. شرط الله، جندي من جنود مملكة النحل، نور الصديق. تحية لنور الصديق وللسودان وأهل السودان، ألف تحية. ما غنت لي إزيكم كيف إنكم، إزيكم كيف إنكم، إزيكم كيف إنكم، أنا لي زمن ما شفتكم، إزيكم إزيكم كيف إنكم. برافو. عايزين ننتهز الفرصه دي ونحيي مع بعض الفرقه الموسيقيه اللي معانا بقياده الاستاذ محمد باهر اللي صاحيه معانا. وبعدين يعني احنا ما نبقى في بلد محمد فوزي مش ممكن يا نجم يعني الليله. هو فناننا محمد ثروت، عايزك تقول لي حاجه لفوزي. ممكن افندم؟ عارف انا فجاه طيبه يعني. محمد بيه نجا رئيس مجلس ومدينة مركز طنطا بشرني ببشرة كويسة، قال انه هيطلق اسم الفنان محمد فوزي على شارع مهم في طنطا، كذلك شارع اخر باسم الفنانة القديرة امينة غزال. اولا اشكر حضرتك جدا، شكرا يا فندم. بس عايزين نعمله سوا، هاخد نمرة حضرتك ونوضب ده باحتفال يليق بفوزي وبأمينة رزق، ونوضبه ناخد لوقته. أقمنا احتفال في أيام العيد القومي لمحافظة الغربية بتنسيق مع وزارة الثقافة، وعملنا يوم للفنان محمد فوزي، وحضروا ابنه المهندس نبيل، وكان معنا مجموعة من وزارة الثقافة، وكان احتفال جميل، وأقيم في مسرح البلدية العظيم العريق في مدينة طنطا. وأنا برضو بتفق مع حضرتك أن المقام أو الدور اللي قام به محمد فوزي في مجال الفن المصري والفن العربي يستحق منا أكثر من هذا، يستحق أن نقيم مع احتفال ونتفق مع حضرتك علشان يكون على المستوى الذي يليق بهذا الفنان العظيم، وفي نفس الوقت نطلق، وهذه الرغبة ليست رغبتي الشخصية ولكنها رغبة أبناء طنطا الذين يحبون محمد فوزي ويحبون أبناء مدينة طنطا الذين شرفوا طنطا في كل ميادين الفن والأدب. أنا تقدم لي بعد النداء اللي أنت وجهته في أحد الليالي اللي هذا المساء في الحلقة القبل السابقة، أنت وجهت النداء إلى رئيس مدينة طنطا وقلت له أن أنا يعني أحب أن يكون هناك تخليد لذكرى محمد فوزي من خلال تسمية شارع باسمه. وبعد هذه الحلقة تقدم لي بعض أعضاء مجلس المحل الشعبي في مدينة طنطا بطلب علشان تسمية شارع باسم شارع محمد فوزي، والإجراءات يعني في طريقها إلى أن نطلق اسم هذا الشارع. بس إحنا بنختار هل شارع من الشوارع القريبة أو الملاصقة للمكان اللي نشأ فيه محمد فوزي، أو شارع من الشوارع الرئيسية. إحنا في دور التجهيز لهذا الموضوع.